وفد من وزارة التعليم العالي يطلع في مدنين على الأرض المخصصة لإنجاز مشروع كلية الطب في المدينة. خلال مؤتمر لطب العيون بسوسة، أطباء من مختلف أنحاء العالم يستعرضون أحدث التقنيات العلمية والآلية حول أمراض العين. تتويج جمعية تونسية للعلوم والتكنولوجيا خلال مسابقة عالمية في الهندسة بتايوان. النشرة المسائية الأولى للأخبار، أهلا بكم. جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أنها تطلب من كافة وسائل الأعلام عدم بث أي معلومات تتعلق بعمليات أمنية وعسكرية جارية ضمانا لنجاحها وتحقيق النتائج المرجوة. كما تطلب الوزارة انتظار البلاغات الرسمية وعدم الخوض في أي تفاصيل لحماية الوحدات الأمنية والعسكرية. أجلت المحكمة العسكرية الدائمة في صفاقس النظر في قضية شهداء مدينة الحامة إلى 24 من فبراير الجاري. كما تأجل أيضا النظر في قضية جرحى منطقة السعيدة برقاب من ولاية سيدي بوزيد إلى 10 من هذا الشهر. أهالي شهداء مدينة الحامة اختاروا أن يمرروا رسائل متعددة المعاني في وقفة احتجاجية قبيل موعد جلسة محاكمة قتلة أبنائهم. الرسالة الأولى نحب نوصلها للقضاء، نقولوا أن دماء الشهداء راهي أمانة في أعناقهم، ونقولوا للمراهي إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أدها حق أدائها. هذه خمس جلسة ما ثم حتى شيء بالنسبة للقضاء، ما عملنا حتى شيء. القتلة ما أنا قاعدين يدوروا، قاعدين يخدموا على أرواحهم، ما أنا ما جلبوا منهم حتى حد. التو ما خذيتش حق ولدي ضايع، علاش؟ مش تونسي هنا، مش نعس ندافع على بلادي يدافع عليها، واليوم ما ياخذش حقه. المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس قررت تأجيل النظر في قضية شهداء الحامة إلى جلسة قادمة، جلسة سيتم فيها الاستماع إلى المتهمين. احنا طلبنا التأخير لأنه ما زلنا ننتظر في القائمين بالحق الشخصي وإلا المتضررين أنهم يقدموا طلباتهم المادية باش الدفاع ينجم يناقشها. ارتأينا اليوم ألا نتقدم بطلبات مدنية على اعتبار أننا ننظر الملف من منظور وأنه ليست جريمة حق عام، إنما الأمر يقتضي مزيد من تعميق الأبحاث ومزيد من الاستقراءات والاستنطاقات التي لم تجرى بعد. كما شفتم اليوم لأول مرة يمثل جملة المتهمين مجتمعين أمام هيئة المحكمة. في سياق متصل، تم تأجيل النظر في قضية جرحى منطقة السعيدة من معتمدية الرقاب إلى 10 من فبراير. عاين وفد من لجنة البنايات بوزارة التعليم العالي أرضاً سينفذ عليها مشروع كلية الطب مدنين. الأرض تبرع بها أحد أبناء الجهة وتبلغ مساحتها 10 هكتارات. أدى وفد من لجنة البنايات بوزارة التعليم العالي زيارة إلى مدينة مدنين لمعاينة المقترحات من الأراضي لبناء مشروع كلية الطب مدنين. فكان المقترح الأكثر توافقاً هي أرض مساحتها 10 هكتارات تبرع بها مواطن أصيل الجهة. رعت بعشر هكتارات لوزارة التعليم العالي لبناء الكلية الطبية بمدنين. إن شاء الله هذه الخطوة الأولى في سبيل تجسيد المشروع هذايا اللي كان أمال للجهة هذه وجهة مدنين والجنوب بصفة عامة. اختيار الأرض هي خطوة أولى نحو ترسيم إحداث كلية الطب الجهة في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة للشروع في إنجاز هذا المشروع في أقرب الأجل. انتقامنا هذه الاختيار بتاعها بحقيقة طريق تطوين لعدة عوامل. العامل الأول هو شراكة مع تطوين باعتبار مدعم المشروع يكون أقرب للتطوين، والعامل المهم كذلك اللي هو وجود البنية الأساسية معناها المتكاملة هنا. تجديد القرار يمر بمراحل برشة، احنا المرحلة هذه هي الأولانية باش نستنوا المراحل الأخرى والإجراءات الإدارية القانونية كل نتبع فيها، وإن شاء الله في أقرب الأجال نكونوا لمسنا أكثر معناها تجسيم القرار هذايا. زيارة هذا الوفد تعد مرحلة جدية في أطوار تجسيد قرار إحداث كلية الطب مدنين، من شأنه أن يبعث برسالة طمأنة في انتظار مرحلة أخرى مهمة لإدراج هذا القرار في الرائد الرسمي. في القصرين متعددة هي النقائص في المستشفى الجهوي للجهة، حيث يشكو المرضى والإطار الطبي على حد سواء من نقص التجهيزات الضرورية في اختصاصات عدة.
خالتي مدلة هي حالة من مئات الحالات الوافدة على المستشفى الجهوي بالقصرين، ويتعذر إجراء العملية الجراحية لها لعدم توفر الإمكانيات الطبية. ما عندهمش سكانات، مكسرة السكانات، ما قالوا شيء وقتاش. يعني راكدة برك؟ راكدة قاعدة كهو. عندي اليوم 10 أيام. السكانات احنا عندها معطبة عندها أشهر وأشهر، وطلبنا بالطلب هذا والوزارة ما استجابتش. والعملية التو ما تعملتش، معناها الأسباب مرة يقولوا طبيب القلب ما ثماش، مرة يقولوا طبيب البنج ما ثماش، مرة كل مرة يطلعوا لنا بواحد. السبيطار قايم بواجبه الحق الحمد لله، بالأخص الفرمليات الله يرحم والديهم، هم كثر عليهم. يقولوا لها يا ما خذيتهاش وين تاخذ المساسيك تو نعملوا لك العملية. وهم احنا وكنا عندهم المساسيك، قالوا نحن عندنا المساسيك ما عندناش الماكينه نحوها بها. ميم امبيرو ما عنديش ساله باش نعدي فيها على المرضى نعمل ليزان فيلتراسيون، ما عنديش نستنى في الكينيزي ثيرابوت باش يكملوا الغيدوكاسيون تاعي 11 ساعات نعمل لي سوان تاعي. اداريا اكد مسؤولو المؤسسه انه جاري النظر في هذه الملفات، الا ان الامر يتطلب بعض الوقت. المستشفى الجهوي القصرين وقع دعمه معناها بجمله من الاختصاصات الطبيه، والاختصاصات هذه تتطلب توفير معدات طبيه ليتمكنوا معناها من العمل. بطبيعة الحال معناها النقائص مرتبطة بهالتحولات هذه اللي شهدها المستشفى الجهوي القصري. مرضى يتم نقلهم أحيانا على متن سيارات الحماية المدنية لإجراء سكانير بولايات أخرى، وآخرون يلجؤون ببساطة إمكانياتهم المادية للذهاب إلى المستشفيات الجامعية للعلاج، وإن تأخرت مواعيد قبولهم وملفات صحية عالقة مطروحة منذ سنوات على وزارة الصحة تستجدي النظر العاجل فيها. نبقى في المجال الطبي. وفي المنستير عرضت المنظمة التونسية لطب العيون آخر مستجدات التقنيات التكنولوجية في اختصاص جراحة العيون، تظاهرات مثلت فرصة للإطارات الطبية للاطلاع على آخر ما استجد في هذا الاختصاص. بأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية في طب العيون أجريت أكثر من 15 عملية على عيون أصيبت بمختلف الأمراض التي تحد من نور البصر لدى المريض. وقت جيت باش نعمل عدسة ديما يقول لي ما نجمش نعمل لك عدسة قبل، وبعدها قال لي جات العدسة واللي معناتها تجي على عينك باش تعملها. الحاجة زهرة معناتها عندها حاجتين، عندها الماء الأبيض اللي معروف بالكاتاركت، وعندها زادة ضعف في النظر اللي هو انحراف في القرنية استيغماتيزم. استغبتنا العملية هذه بس صلحنا لها الزوز، قبل كنا نصلحوا حاجة بركة، توا ثم عدسات توجد وتقنيات توجد لأن نجم نصلحوا الحاجتين هكوما، نحيوا الماء هذاك استئصال الماء بالمجهر، بل كنا كما قلت لك بكري نحلوا على 15 مليمتر توا نحلوا على مليمتر ونفس وزوز مليمتر، ونحطوا العدسة هذه اللي تصلح بالماء وتصلح النظر. كنت خايفة برشا، كنت توا لاباس الحمد لله. أخت نجيبة هذه تشكي من حاجتين، عندها الماء الأبيض اللي هو معناتها العدسة نتاعها تولي ما أوباك يعني ما عادش توري مليح، وعندها نزيف داخل العين من تحت مرض السكر. قبل هذه كانت توا تقريبا 10 سنين التالي كانت تعمل عمليتين، تعمل عملية على الماء الأبيض وبعد ترجع بعد شهر ولا كذا تعمل عملية على النزيف. طيب الحقيقة بفضل تكنولوجيا جديدة وبفضل تقدم الطب والكل تعملهم العمليتين هذوما في نفس الوقت. هذه العملية الجراحية أجريت مباشرة عبر الانترنت من المساحة للنزل الذي احتضن المؤتمر الثاني لطب العيون الذي نظمته الجمعية التونسية لطب العيون بالوسط، وذلك بمشاركة 500 طبيب جاءوا من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التوافقات العلمية الحديثة والآلية حول أمراض العين المتعددة. عملنا ورشات جراحية طبية باش نعلموا ويتعلموا على عيون الصناعية، باش يتعلموا الأطباء عملية منها استئصال الماء وزرع العدسة، كذلك العدسات لتصحيح النظر لأنه فما نقص نظر إلا 10 إلا 20 إلا 30، هذوك نصلحوهم توا بعدسات زرع عدسات داخل العين، وباش نتعرفوا على معناها المستحدثات الآنية بتاع 2014. بفضل كفاءات تونسية في مجال الطب ستتمكن هذه السيدة وغيرها من استرجاع عافية نظرها.
تفعيل القانون الذي سيدفع بموجبه مصدرو المنتوج البحري 10% كأداة إضافية أثار حفيظة جميع أطراف الدورة الإنتاجية بميناء الصيد البحري بصفاقس، إجراء دفع الاتحاد الوطني للصيد البحري للإضراب. تفعيل قانون يفرض أداءات إضافية على منتوجات البحر الموجهة للتصدير اعتبره أبناء القطاع في صفاقس ضربة موجعة قد تجهز على أحد أهم مصادر العملة الصعبة. احنا اليوم قعدنا في الوسط ما عرفناش شنو نعملوا، نطبقوا القانون ونقصوا الاداه هذية على المجهز وعلى البحار وندفعوها للقباضه اللي البحار هذايا يرفض الشيء هذايا، ولا باش ندفعوها من جيبنا واحنا كمصدرين عندنا الكثير من الاداءات اللي تخلينا عاجزين باش ندفعوا الشيء هذايا من 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 من, من عندنا كمصدرين. من الدخل الكل يقصوا فيه 1.5% و0.1% هذايا تي سي ال، ومن بعد هذايا عندك ديكلاراسيون تاع المرابيح تخلص 10% والديفيدوند عندك 5%. اذا كان هما 16.6% والقطاع يتخبط في مشاكل كبيره، احنا تو ما احناش لاقيين رواحنا بالغلام تاع معدات الصيد البحري والغلام تاع المازوت. اما البحر وهم الحلقه الاضعف في عمليه الانتاج ستزيدهم الاداءات الجديده ضعفا على ضعفهم على راي ربابنتهم وهم الاقرب اليهم. انا يجيني من الارماتور يقول لي اخرج راني نخرج، يجي نجيني المصدر يقول لي راني انا باش نطيح لك 3000 ولا 4000 راني باش ما عندي عندي ربي سبحانه وتعالى في الافهم باهي، معناتها القانون هذا راهو باش يدور ويجي، معناتها راهو البحار هو اللي على راس البحار. والمعمل هدد يقول لك اذا كان انا مش ندفع ال 10% على حسابي انا السلعه اللي مش تمشي تجيبها من برا وتجي راني مانيش ناخذها. وين مش يهزها البحار؟ مش يرجع الى واحد في البحر؟ الاجتماع هذا اجتماع تحسيسي لانه الناس الكل تحست في كامل الجمهوريه، سواء كان في قليبيا، سواء كان في بنزرت، سواء كان في المهديه، حتى في المهديه نفس الشيء، والا في صفاقس الناس كل ما تحس. خلال هذا الاجتماع في سوق التصدير التي خلت من أي معاملات هذا اليوم رجح خيار الإضراب مع وجود مساعي للاجتماع بأعضاء التأسيس لإعادة تعليق قانون، إضافة إلى تأثيره المادي عيبه الثاني أنه اتخذ دون استشارة أبناء القطاع. دعم المبادرة الفردية لدى الشباب قصد خلق وتطوير المشاريع الخاصة هو أحد أهم رهانات التنمية الجهوية. في رمادي انتظمت دورة تدريبية لعدد من شبان الجهة قدمت لهم قروض لتشجيعهم على بعث المشاريع الخاصة بهم. هم 45 شابا من المعطلين عن العمل بمعتمدية رمادا حظيت أفكار مشاريعهم بموافقة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والبنك الدولي على تمويلها وإنجازها في قطاعات مختلفة وحرف متنوعة. الفكرة جت سهلة ياسر، ثم التضامن هذوما عمل بعث نتاع مشاريع صغيرة حابين نقدموا فيها، عملنا فيها ملف والحمد لله يا ربي خطفتنا، وان شاء الله نكون معناها من خلال المبادرة هذه التكوينية عملنا فورماسيون صغيرة اللي عرفنا فيها معناها دراسة المشروع، وان شاء الله يكون مشروعنا حاجة باهية، وان شاء الله الانسان معناها يبدا حياته بال 5000 دينار اللي اعطاها للتضامن. تكونت عام كامل واعطوني فيه الشهاده، خذيت فيه كفاءه مهنيه واختصاص الغراره، وتوا عندي 3 أيام عندنا دوره تكوينيه على المشاريع الصغرى. جيتني للتضامن اعطوني منحوني قرض ب 5 ملايين شويه، حبيت نكبر المشروع يعني باش نكمل نولي يعني نخدم يبدأ دار كاملا نكملها في نهار ونصف. وفي خطوة أخيرة قبل الانطلاق الفعلي في إنجاز هذه المشاريع في غضون أيام انتظمت لفائدة هؤلاء الباعثين الجدد دورة تكوينية تهدف إلى تعزيز مقومات نجاح مشاريعهم. عناصر الدورة فيها الشخص الباعث وكفاءات والقدرات نتاعه ان شاء الله والتنمية نتاعتها كيف شي نماها، كذلك التسويق نتاع المنتوج نتاعه، التنظيم والإدارة اللي لازم يقوم بها الباعث، وكذلك عناصر التصرف في المنتوج نتاعه والمواد الأولية، وآخر شيء هو علاقة الباعث بالمحيط نتاعه. المشاريع تأتي في إطار شراكة بين اتحاد التضامن الاجتماعي والمنظمة الأمم المتحدة المائي، تأتي في إطار دعم المشاريع الصغرى. هذه المشاريع الصغرى سيستفيد منها عدد كبير من متساكنين رمادا وذهبة كما عينتوا اليوم كما شفتوا، في حدود 5000 دينار السقف يعني الأقصى 5000 دينار،
تتنوع المشاريع حسب رغبة كل متقدم يعني من خلال الملفات التي قدمت. قبل الدورة التكوينية سبقتها مراحل إعداد الملفات وتقديم الملفات وفرز الملفات. في معتمدية إرمادا مثل هذه التدخلات قادرة على تغيير حياة الكثيرين في ظل محدودية النسيج الاقتصادي بهذه المعتمدية الحدودية. تحصلت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا في المكنين من ولاية المونستير على الميدالية الفضية في مجال الهندسة في تايوان، تتويج ينضاف إلى تتويجة أخرى تحصل عليها منخرطو هذه الجمعية رغم قلة الإمكانيات. شباب اعتلى منصة التتويج في مسابقات دولية من نيويورك إلى البرازيل فتايوان، زادهم في ذلك العلم والخيال لتتنوع ابتكاراتهم من آلة لرسكلة المياه المستعملة إلى كأس ذكية. شاركنا ببروجي سمارت بول سيستم اللي هو سيستم متاع بي سي يعمل أناليز للماء ويعمل دوزاج للبرودوي شيميك اللي يتصبوا في البيسين مع دوزاج إيديال. الكاس عبارة على سمارت كاب مجعول للعباد اللي ما تشوفش باش يعاونها، يعطيهم انفورماسيون على الليكيد اللي في وسطه، يقول لهم شنو هي الناتور متاع الليكيد، ماء ولا قهوة، ويعطيهم على التمبيراتور وكيف يتعبى الكاس، يعطيهم سينيال يقول لهم راهو الكاس تعبى، ويقولوا اسكو ينجم يشرب ولا لا. يعني جزء من ماكينة كبيرة، جزء هذا سبيسياليتي متاعه تمثل في الماء المسخ، تاخذ الماء المسخ تصنع منه كورون الكتريك وتستعمل الديشي الموجودين في الماء باش تصنع منه دي برودوي جديدة مثل أسمدة كيماوية من المواد العضوية الموجودة، والديشي الآخرين سوليد كيما البلاستيك والحديد تعاود تراسكلهم باش يكونوا حاضرين صناعة دي برودوي جديد كيما كراسي حديد. معتز العزي من جابس انضم إلى الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أين وجد التأطير لفكرة محركه الهوائي وليفوز بالميدالية الفضية في مسابقة دولية للهندسة بتايوان. هو محرك بالهواء هو مش جديد، لكن قمت بالعمل على معناه البارتي انسيال تاع الموتور اللي هما لي بيستون، حاولت نبدل في الفورم دي بيستون، حاولت نبدل في الحركة نتاع العمل نتاع البيستونات، خدمت بيستون في 3 بيال، حاجة جديدة، حاجة أحسن الموتورات، حاجة تعطيك روندمون أقوى. الإكسبيريونس هي أكثر حاجة حصلت لها واحد في الخرجة هذه، وإن شاء الله فما علاقات جديدة، إن شاء الله فما كونكورات جديدة. وهم يقصدون جمعيتهم للتكون والابتكار وتحقيق النتائج رغم قلة الإمكانيات. السنة في 2013 الحصيلة كانت ميدالية في البرازيل، زوز ميداليات في تكساس، ميدالية في تايوان، وميدالية في نيويورك. اليوم نحب نقول لكم راهو احنا كنا عزم ورانا ماناش مؤخرين كونا باش نخدموا الجمعيه بكل ما فينا من قوه وكل ما فينا من محبه للجمعيه هذه. تبقى نحب زاد نقول لكم رانا ما عادش نجموا نوصلوا برشا بالطريقه هذه، على خاطر يعني استنفذنا كل الموارد اللي عندنا، الموارد الماديه والماليه والمعنويه، ومازال لنا كان المحبه للدرب نتاع تونس. جيل يفكر ويبدع، نافس ورفع رايه تونس في المحافل الدوليه ليثبت أن ثروة تونس تكمن في أبنائها. حملة نظافة تطوعية في مدينة توزر نظمتها بلدية الجهة بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني على مدى شهر. هذه الخطوة تأتي بعد تراكم الفضلات في كامل أحياء المدينة. مصبات عشوائية وفضلات ملقاة في مختلف الأنهج والمسالك الفلاحية والسياحية لمدينة توزر هو مشهد بات يسبب العديد من المشاكل البيئية ويؤرق السلطة المحلية والمواطن على حد السواء. انفلات بيئي اختار له أهالي توزر التطوع للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة بوضع برنامج لحملات نظافة لمدة شهر كامل بمساهمة كافة المنظمات المدنية ومؤسسات الجهة. عجبتنا الحركة هذه، حركة طيبة ولفتة سمحة للشباب وترجع للبلاد من النظافة من ولا ومشجعوهم من ولا، وذي تجيب لنا حتى السواح اللي هنا للبلاد من ولا. ديما حملات نظافية ديما كل أحد كل مرة في بقعة، مرة في أولاد الهادف، مرة في الليساء، في أي بقعة، في مدرسة. يلزم الرسخ وخاصة تعزيز وثقافة
ثقافه التطوع في جل الشباب، على الشباب هو اللي مرتكز على الجيل الجديد هو الصاعد. الفكره نابعه من المجتمع المدني وتبنتها البلديه، وقمنا بالتنسيق، عملنا اجتماعات مع المجتمع المدني وقمنا بالتنسيق، وبعدين تم اجتماع مع ضم المجتمع المدني وضم الاطراف الاداريه والامنيه الجهويه المحليه، والحمد لله توصلنا الى اعداد رزنامه شامله. وهذا الشيء الوحيد اللي نحبه نبلغوه للمواطنين، سواء سكان الاحياء سواء حتى في الواحات وسواء الضواحي تعتذر الكل، باش ينهضوا وينظفوا بلادهم ويعيشوا في محيط نظيف. التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة باعتبارها جزءا من الحقوق التضامنية التي تقتضي تضافر كل الجهود من الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة منها والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، لتكون مدينة طوزر مدينة نظيفة وسياحية بامتياز. بهذا نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها. وفد من وزارة التعليم العالي يطلع في المدينة على الأرض المخصصة لإنجاز مشروع كلية الطب في المدينة. خلال مؤتمر لطب العيون بسوسة، أطباء من مختلف أنحاء العالم يستعرضون أحدث التقنيات العلمية والآلية حول أمراض العين. تتويج جمعية تونسية للعلوم والتكنولوجيا خلال مسابقة عالمية في الهندسة بتايوان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.